صباح النور الكبيرة ديالي، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم 5 كما العادة. اليوم مع فيديو جديد، هذا النهار جمعة. المهم باش ما نطولش عليكم في الفيديو، كما قلت لكم هذا النهار الجمعة غادي نطلع نتغدى عند عكوزتي. دابا لقيتوني نط، غادي نعجن العجينة المول العجيب ونبارطاجي معكم الطريقة السهلة، وغنديرها في الميكا ونخليها تطلق تبات ليلة باش ترخى. وغدا ان شاء الله عاوتاني غادي نجبدها معكم في اليوم الثاني، يعني اللي هو نهار السبت، وغادي نديرها في المول العجيب ونتقبها بالفرشيطه ونبيتها ليله كامله في الفريكو حتى للحد ان شاء الله. عاد ندير معكم الحشوه ديالها، العقده ديالها ديال اللوز، نبارطاجيها معكم بلي ديطاي. عاوتاني نديرها الحد باش نطيبها، والاثنين ان شاء الله في الصباح تكون واجده. باش ما نطولش عليكم في الفيديو، هانتوما تمشيو معايا، نمشيو بعدا نجمعوا هذا الشعر، عاد نخدموا اختي في الكوزينه باش ما طيحش لينا الشعر في العجينه. فوالا البنات، انا تعمدت نعجن لكم هنايا باش تبان لكم الطريقه مزيان، ندير في القصه احسن. بالنسبه للمول العجيب هذا الكبير هو اللي غادي نستعمل، ودابا تشوفوا الطريقه ديالها النهائيه. راه عرفتوا كتجي دابا فاش كنديروها في المول، راه حنا كنتقبلوا الفرشيطه خاصها تجي رقيقه لابور، وتجي الطبقه ديال اللوز هي اللي تجي غليظه. المهم دابا هذا غير جبتو عين ونوريه لكم، ما نخدموهاش هاد النهار. دابا غنديروا العجينه ونديروها في ميكا ونديروها في الفريغو حتى غدا ان شاء الله، ونجبدها ونديرها معكم في المول. بالنسبه للعجينه كنحتاجوا 100 غرام ديال الزبده، راني وزنتها بالميزان. زبده حيوانيه عاديه، اي نوع ديال الزبده كان عندكم، ديال لابريري ولا ديال العبار اللي كان، اولا اللذه اللي متوفر عندكم. كنحتاجوا معها نص كاس ديال السكر كلاصي كما كتشوفوا، انا عندي سبيسيال ما عنديش العادي، سبيسيال كيكون حلو شويه، داكشي علاش ما عمرتش الكاس بزاف. وغادي نحتاجوا معها واحد الزا ديال الفاني وحده، وكذلك واحد قبيصه ديال الملحه على هذا الشكل هذا. صافي غادي نخلطوا هذه القهوه مزيان. من بعد غادي نحتاجوا بيضه وحده غادي نزيدوها، وغادي نحتاجوا معلقه ديال الخماره حمراء، والدقيق غادي نحتاجوا جوج كيسان قل ربع. انا ما غاديش نعبر الدقيق بالكيسان، غادي نعبروا غير بيدي، يعني ميزاني على حساب العجينه، يعني غتبان لي القوام ديالها غادي يبان لي غير في يدي. صافي دابا غنمشيو نخلطوا العجينه ديالنا ونرجع معكم. دابا غادي نضيف عليه بيضه، وغادي نضيفو معلقه ديال الخماره والدقيق. المهم الدقيق كيف ما قلت لكم نورمالمون جوج كيسان كل ربع. انا نعبر معكم بهذا الكاس اللي عبرت به السكر باش تشوفوا، كاين اللي يقدر يبغي يعني داكشي يشوفوا اون ديتاي باش هكا تبان لكم. هانتوما غادي ندير هذا الكاس الاول، ودابا غادي نخدم بيديا ونوجد الكاس الثاني نخليه حدايا، خاصها تجي خفيفه ما تجيش ثقيله. هانتوما نخلي هذا حدايا وغندير عيني ميزان. غادي نزيد دابا معلقه ديال الخماره ديال الحلوه هذه، غادي تعبروا معلقه صغيره. هانتوما البنات تقريبا هادي راه فيها معلقة الدجاج استعملتها. صافي غادي نحيد السباتيول وغادي نخدم العجينة ديالي بيديا بسم الله. هاي العجينه ديالي وجدات، شوفوا كيفاش خصها تبقى. هانتوما تجي ما خفيفه ما ثقيله. دخلي تقريبا فيها جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق، انا هنا كنت كنعبر بداك الكاس الصغير، هذاك صراحه ما كاملش كاس ديال العنبه، هي تقريبا جوج كيسان ديال العنبه. صافي ها هي دابا العجينه ديالي، غادي نديرها في هذا الميكا وغادي نبيتها هاد الليله ترتاح، وغدا ان شاء الله عاوتاني نرجع نوريكم الطريقه ديالها كيفاش غادي نديروها في المول، وشنو غادي نحتاجوا المكونات ديال الحشوه، وباش غادي ندهنوها ان شاء الله. فوالا البنات، هنايا كيف ما كتشوفوا معايا، حتى جيت كاس ونص ديال اللوز قليتو غير في البانيني حمرتو واحد شويه. صافي انا اضطريت انني نصور لكم هكا باش تشوفوا الطريقه. انا كنستعمل الهشوار، هرمشت اللوز بهذه الطريقه كما كتشوفوا في الهشوار وحيدته،
وصافي غادي نخدم في الهشوار، اللي ما عندوش يقدر يخدم في المولينكس او لا بالضراب ديال الطول واتور. انا حيتاش جبت الهشوار لقيتوني جبتها قلت نكمل بها. هنايا احتاجيت كيف ما شفتوا معايا 100 غرام ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده كان عندكم متوفر، 3 ديال البيضات، فاني ساشي وحده، وشويه ديال الملحه. كيف ما شفتوا معايا راه كلشي مفصل في الفيديو. صافي وغادي نخلط هذا الخليط كامل. اخر حاجه كنضيفوها اللي هي الخميره، كيف ما كتشوفوا معايا راني ديجا موجدها، خميره ديال 8 غرام. صافي وداك اللوز اللي ديجا انا طحنت، بالنسبه للوز كديروا الكميه اللي عندكم متوفره، كديروا زلافه ديال اللوز كبيره اولا كديروا كما درت انا كاسونس ديال العنبه. المهم كل ما كثرتوا فيها اللوز كل ما كيجي القوام ديالها زوين. صافي من بعد ما كطحنوا داك الخليط سواء في المولينكس اولا الباتور كديروه في شي بول، وكتحتاجوا الجليكوز كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ندير معلقه كبيره ديال الجليكوز عامره كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. غادي نحاول انني داك الجليكوز يذوب ليا مع داك الخليط مزيان. هاد المعلقه ديال الجليكوز البنات راها ضروريه، هي اللي كتعطي داك التعليكه لداك اللوز. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا كنحتاجوا معلقه ديال الطحين اخر حاجه كنزيدوها، وكنزيدوا كيف ما غتشوفوا معايا معلقه صغيره ديال الخميره، خميره الحلويات. صافي وكنخلطوا هاد القوام. بالنسبه للاباط ديالنا ديجا راني دايرها في المول كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، بيتها في الفريكو كل ما باتت لينا في الثلاجه اولا في الفريكو وكانت شاده راسها كل ما كتجينا الحلوه مزيانه زوينه. كيف ما قلت لكم انا هنا راه حاولت نقسم باش تجيني زوينه، قسمتها الصراحه على 3 ايام حيتاش ما كنتش مزروبه بها. نورمالمون انا راه كناخذ طرف من الباتيسري ب 15 درهم الطرف، يعني ديال هاد لاباط هادي بليطو ديال هاد لا طاغ دامونتين كناخذ منها طرف ب 15 درهم. صافي مهم بالنسبه لهاد العمليه اللي كتشوفوا ديال الكونفيتير راه ضروريه، سواء كان عندكم كونفيتير ديال مشماش او لاد الفريز، واللي ما عندوش وكانت عنده العسل يدير معلقه ويدهن هذيك لاباط يدهنها مزيان كيف ما شفتوا، كتعطي واحد التعليكه خاصه. صافي من بعد كتاخذوا داك القوام اللي ديجا وجدتوه ديال اللوز وكتضيفوه وكتحاولوا تسرحوه في المول يجي قد قد، ومن الاحسن ديروه في شي لاطه في الفران وطيبوه من التحت، شعلوا عليه البوطه الفوق والتحت على درجه الحراره 150. وهانتوما غتشوفوا معايا النهايه كيفاش جات. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا هنايا زينته باللوز ايفيلي، تقدروا ديروا اللوز كونكاسي اولا اي حاجه كانت متوفره عندكم بغيتوا تزينوا بها، واللي ما عندوش راه ماشي ضروري تزينوها، المهم غير هاد التزيين من الفوق كيعطيها واحد نظره مزيونه وصافي. وبالصحة والراحة كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش بواحد لايك، بارطاج مع الاصدقاء ديالكم باش تكبر العائلة ديالنا، وشكرا على التفاعل ديالكم في الفيديو اللي فات. ولا عجبوكم بحال هاد الوصفات خليو لي في لي كومونتير نبقى نبارطاجيهم معكم. هنايا درت داك جوج فطرنا بيهم، وهذه خليتها حتى قسمناها من بعد، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله طالعه. وديك التعليكه ديال ديك لاباط دامونتين وداك الكونفيتير اللي درت جات خطيره بزاف.